اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنتابع معانا مع بعض المراسم الاولى لاستقبال الفنان صلاح السعدني. زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي طبعا دي اللحظات الاولى لاستقبال جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني هنا في مقابر وزارة الخارجية. بمدينة 6 اكتوبر. وزي ما ذكرنا لحضراتكم من قبل في البث اللي فات ان هنا برضو الفنان ابو بكر عزت بيرقد في هذا المدفن. رحم الله الفنان ابو بكر عزت وجميع موتانا وموتى المسلمين. هنا يرقد الفنان ابو بكر عزت في هذه المقابر تحت هذا التراب. وهذه هي سنة الحياة. ويقول الله سبحانه وتعالى انك لميت وانه لميتون. كل الناس هتموت طبعا وتقابل ربنا. وهنا طبعا سوف يدفن الفنان الراحل صلاح السعدني. في هذه اللحظات ننتظر وصول جثمان. دقائق وسيتم وصول جثمان. سيتم دفن الفنان الراحل الى مثواه الاخير هنا في هذه المقبرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما حضراتكم شايفين نحن في انتظار دقائق وسوف يتم وصول جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني. دقائق وسوف يتم وصول جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني. ولا كان بينه وبين حد حاجه. ده عندنا حتى وحشه. ده انا قعدوا خلي بالك تقدر تدبس. نحن الان في انتظار وصول جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني. لحظات وسيتم وصول جثمان الفنان صلاح السعدني. أعزائي مشاهدين تلفزيون اليوم السابع في هذه اللحظات اقترب وصول جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مثواه الأخير حيث سيتم دفنه هنا في مقابر وزارة الخارجية في محافظة الجيزة بمدينة 6 أكتوبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتم وصول بعض
العربات المصاحبة للجثمان. تم وصول بعض الفنانين، فنان احمد السقا. اعزائي مشاهدين تلفزيوني اليوم السابع، دلوقتي طبعا ان لله وانا راجعون، وصول الفنان احمد السقا الى هنا في مقابر وزاره الخارجيه. اعزائي مشاهدين تلفزيوني اليوم السابع، كان اول الحاضرين الفنان احمد السقا. بقاء الله يا فنان. نعم بالله. قال تقول النهارده. الله يرحمه ويحسن اليه، ما حدش بيعز على اللي خلفه. الله يرحمه. كنت انت اول حضور، وكنت واضح انك كنت بتحبه جدا يعني. الله يرحمه ويحسن اليه، كان مربيني فعلا يعني، كان صديق والدي رحمه الله عليه. الله يرحمه، الله يرحمه، ربنا يتقبله، شكرا. وصول الفنان احمد رزق برضو. اعزائي مشاهدين تلفزيوني اليوم السابع، هنا في مقابر وزارة الخارجية بمدينة 6 اكتوبر محافظة الجيزة. انا لله وانا راجعون. نحن الان في انتظار وصول الجثمان لمقابر وزارة الخارجية بمحافظة الجيزة مدينة 6 اكتوبر. وكان على اول حضور الفنان احمد السقا والفنان احمد رزق رحم الله الفنان صلاح السعدني الذي توفي عن عام يناهز 81. لقب الفنان صلاح السعدني بعمدة الفنانين، وذلك لما قدمه من أعمال تميزت بالجرأة في تقديم دور العمدة. ويتوالى توافد الفنانين هنا في مقابر وزارة الخارجية بمدينة 6 اكتوبر محافظة الجيزة لانتظار وصول جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني. يعني خليها دول السيدات احسن برضه، يعني خلينا احنا شغلنا احنا بالتخيل. بس
نحن الآن في انتظار جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني الذي توفي عن عمر يناهز 81 عام بمقابر وزارة الخارجية في مدينة 6 أكتوبر. أعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، نحن الآن في انتظار وصول الجثمان، ويبدو أن الجثمان على وصول، حيث العربات المصاحبة للجثمان إنا لله وإنا إليه راجعون. كان من أول الحضور الفنان أحمد السقا، الفنان أحمد رزق، حيث الجميع في انتظار وصول الجثمان. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اعزائي مشاهدي التلفزيون السابع، فنان احمد السقا يطالب بان هو يصحب الجثمان الى المقبره تحت، يعني يقوم بدفنه هو شخصيا. الفنان احمد السقا كان اول حضور. يتوالى طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيتوالى وصول الفنانين هنا في مقابر وزارة الخارجية بمدينة 6 اكتوبر محافظة الجيزة. وصول العديد الآن، وصول الفنان أشرف زكي نقيب